ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تضمن تسجيل صوتي مسرب للمخرج الفلسطيني طارق العريان طليق الفنان السوري أصالة، ظهر فيه هو وعم يتواصل مع سيدة مجهولة الهوية وعم يدعيها لتجي لعنده على المكتب. قاعد فاضي، قاعد في المكتب عامل شي حاجة فاضي. وتم تداول هالتسجيل الصوتي المسرب لطارق العريان تحت عنوان خيانة طارق العريان لحبيبته نيكول سعفان، وعلق عدد كبير من المتابعين على هالأمر وأكدوا إنه اللي بيخون أول مرة مستعد يخون تاني وتالت مرة. وكان من التعليقات يلي بيخون مرته يلي كانت بتحبه أكتر من أي حدا ويلي كانت بتدلعه كل يوم بيقدر يخون 1000 مرة، طبعا أكيد لأن الخيانة عند البعض هواية. أبي جوزي من طرف واحد، قبل ما تتجوزي طارق بعدين رحت له قلت له جرب. منشير إلى أنه طارق العريان ونيكول سعفان كانوا أعلنوا علاقتهم بطريقة رسمية بعد ما ظهروا مع بعض لأول مرة بالعلن هني ومسكين إيدين بعض. وبتفاصيل هالموضوع كانت انتشرت من يومين صورة بتجمع طارق العريان ونيكول سعفان والممثل السوري نسرين طافش وعدد من أصدقائهم خلال حضور مناسبة رمضانية، وكان لافت فيها مسكن لإيدين بعض وهو الشيء اللي خلى المتابعين يأكدوا علاقتهم. اوكي احنا بناخد فيتامين دروب دلوقتي علشان نعمل انرجي بوست. ومن ناحية تانية كان اثار طارق العريان مؤخرا ضجة واسعة بتعليق له ووضعه على صورته اشار من خلاله المتابعين الى انه بيقصد طليقته الفنان السوري اصالة. واجا بالتعليق يلي وضعه طارق العريان على الصورة سيد الرجال من يوم اللي ترك الحشاشة رجعت قيمته، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هيدا التعليق وأشاروا إلى أنه بيقصد من خلال كلمة الحشاشة أصالة، خصوصا إنها كانت واجهت من قبل تهمة تعاطي الممنوعات وتحديدا بسنة 2017 بعد ما تم ضبط كمية صغيرة منها معها بمطار بيروت. باين التلج يا حياتي يا ذوق التلج. وأكدت التحقيقات وقتها أنه الكمية المضبوطة مع أصالة ما بتتجاوز 3 جرام للاستخدام الشخصي، وقرر المدعي العام إطلاق صراحة بسند الوكالة بعد ما تبين من فحص سجلات أصالة أن المرة الأولى وهي اعترفت بأنها بتخضع للعلاج وهيدا بيعطيها حق إخلاء سبيل بسند كفالة مصروطة.